بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا السوري الأبي، ونظرا لما يتعرض له بلدنا الحبيب من مجازر وقصف ودمار وخراب، وبعد تحرير مدينتنا من الاحتلال الأسدي الغاشم، ومنعا للوقوع في الفوضى وحرصا على أمن شعبنا العظيم، نحن الضباط الأحرار في مدينة كفرنبل، العقيد أكرم العبيدو، العقيد موسى العقل، المقدم أحمد شحود، المقدم أحمد ليسى، المقدم فارس البيوش، المقدم جمال علوش، المقدم سامر علوش، المقدم فارس حميدو، الرائد عمر السلوم، الرائد ماضي العقل، الثوري حسن السلوم، الثوري بدر الرسلان، الثوري جهاز زعتور، الثوري مخلص الحمود، الثوري كسار الحسني. قررنا تشكيل المجلس العسكري الثوري في مدينة كفرنبل التابع للجيش السوري الحر، وقد وضعنا أولى أولياتنا حفظ الأمن وإدارة شؤون المدينة والدفاع عنها، وأقسمنا على ذلك. والله ولي التوفيق. عاشت سوريا حرة أبيها.